أهلا بكم إلى التفاصيل. وبصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بنواكشوط من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وفي أعقاب اللقاء أكد عطاف أن زيارته إلى موريتانيا الشقيقة تندرج في إطار الطموح المشترك الذي يحدو قائدي البلدين في تعزيز العلاقات الجزائرية الموريتانية، وأن العلاقات الثنائية تشهد أبهى مراحلها التاريخية تطوراً وحركية، لاسيما في سياق المشاريع التكاملية والاندماجية التي اتفق على إطلاقها السيد الرئيس ونظيره الموريتاني. جئتكم اليوم كمبعوث خاص حاملاً رسالة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون لأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قائد بلدينا الشقيقين اللذين يحدوهما طموح مشترك في تعزيز العلاقات الجزائرية الموريتانية والارتقاء بها إلى أسمى المصاف، ويجمعهما حرص دائم على المساهمة في كل ما يدعم استتباب الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي جوارنا الإقليمي. وقد شكل اللقاء الذي حظيت به منذ حين فرصة ثمينة للتأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس بلدينا للتواصل والتنسيق على كافة المستويات والأصعدة، وكذا ارتياحهما للنتائج الملموسة والمعتبرة التي تم تحقيقها على درب توطيد العلاقات الجزائرية الموريتانية في كل أبعادها وفي كل مضامينها. وبكل ثقة وتفاؤل يمكنني الجزم أن هذه العلاقات تعيش اليوم أبهى مراحلها التاريخية تطوراً وحركية، لا سيما في سياق المشاريع التكاملية والاندماجية التي اتفق على إطلاقها الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.